الأستاذ عبد المنعم فهم الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة اليوم من كلام في الميديا. يا أستاذ عبد المنعم منورنا. ده نورك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أنت جايبني في ظرف طبعا ظرف حلو قوي. أنت داخل بقى كشف كورونا وعلى البوابات بره. خلي بالك في حاجة يعني أنا وأنت لازم نعمل اشتراطات قبل ما نبتدي الحلقة. اللي هي يعني لا تكح قدامي ولا كح قدامك. المية بتاعتك قدامك المية قدامي. عشان خاطر تفرض غصب عنك يا حياتي. ماليش دعوة هتلاقيني سبت الحلقة ومشيت. ماليش علاقة. تتعامل إزاي مع كورونا الفترة دي؟ طبيعية بصراحة. بس اللي بشوفه بيخليني بقى تقلق. بشوفه مثلا في الشارع بشوفه انا عندي في البيت الامر طبيعي جدا ولا كاني في حاجه. تمام. لكن اللي بشوفه في التلفزيون اللي بشوفه في الفضائيات اللي بشوفه في يعني مواقع السوشيال ميديا ده يعني اولا المفروض يحذر بس هو بالتوازي مع التحذير بيخوف بيخليك تاخد حذرك تماما. بتشوف انت يعني شفت انا مثلا أليسون بيكر بيغسل ايده راح تحس انه ما غسلش ايده قبل كده بصراحه يعني واخد وقت كبير واخد وقت كبير جدا. وانا طبعا لما تيجي تغسل ايدك والميه دي كلها في ايد وانت بتنادي بعدم الاسراف في الميه ولازم تغسل ايدك وبعد كده تمسك الحنفيه بمنديل. لا ده بصراحه لا امر ربنا يكون في عوننا وربنا اتمنى يعني على رمضان اللي جاي او الصيف يدخل كده الامور دي تنتهي تماما لان احنا في كارثه. يعني خلي بالك لو تتذكر ايام الثورات والتثبيت اللي في الشوارع وعدم وجود ناس في الشوارع انا حاسس ان احنا حاليا اخطر مما كنا فيه ايام الثورات وايام الايام الصعبه. نتمنى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافينا مما يعني الله اعلم ده سببه ايه. طبعا في النهايه اتوقع ان يكون جند من جنود الله سبحانه وتعالى سخره علينا لكي نعود اليه مره اخرى. ربنا يا رب يسلم الجميع ان شاء الله فتره تعدي على خير باذن الله تعالى. احنا عاملين فقره جديده كده يا استاذ عبد المنعم بس عايزين نفكر بيها الناس وقلناها في مع بدايه الحلقه وهي خاصه بان اي حد من جمهور النادي الاهلي حابب ان هو يوصل رساله معينه يقول حاجه محدده يسال سؤال معين من خلال هاشتاج اسال كلام في الميديا اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه دلوقتي. تقدر تعمل الفيديو اللي انت عايز تعمله ابعته لنا على الهاشتاج ده واحنا هنعرضه لحضراتكم خلال حلقه كلام في ميديا او خلال الحلقات كلها خلال الفتره الجايه. والفيديو بس اهم شيء ما يزيدش عن 20 ثانيه واحنا نتواصل مع حضراتكم نرد على كل اسئلتكم زي ما كده كده البرنامج بنرد على الاخبار اللي بتبقى في الصحف والمواقع بخصوص النادي الاهلي. احنا هنحاول نوضح لحضراتكم كمان كل الاسئله اللي في اذهانكم ونرد عليها من خلال فيديوهات حضراتكم اللي تبعتوها على هاشتاج اسال كلام في الميديا. طيب المفروض ان انت نبقى بكمامه برضه مش كده ولا ليه؟ انا تلبس كمامه ونلبس كمامه. لا مش هينفع طبعا. مش ده صعب يعني شويه. طيب خلينا نبتدي بايه؟ عندنا يعني ملفات كتير بس هي كلها تعتبر في اتجاه واحد والعالم كورونا. ازاي بيتعامل مع جزئيه ما هو لا حديث الان الا عن كورونا. يعني انا قبل ما ادخل عندك تاجيل بطوله افريقيا للمحليين اللي هي تتلعب في الكاميرون. تاجيل قبلها بساعه تأجيل كوبا أمريكا. قبلها بنص ساعة تاني تأجيل كأس الأمم الأوروبية للعام المقبل. كله داخل في سكة التأجيل وده يؤكد لك أن الأمر جلل. الأمر صعب. الأمر محتاج لوقفة. الأمر محتاج ل يعني الحل من عند الله سبحانه وتعالى. يعني بس لازم في اهتمام مننا ما هو انت تهتم. ما هو خلي بالك طالما في أزمة ولا يوجد له علاج فلا بد أن تحترز أنت بنفسك ومن تعول. تمام. فبالتالي ده شيء طبيعي ومنطقي. يعني ما حدث في العالم من تأجيل لمباريات وتأجيل لبطولات كبرى وتأجيل لكل الأنشطة الرياضية ده شيء طبيعي ومنطقي. وإلا فإن الأمر يعني سيستفحل وبدل ما يكون عندك حالة واحدة. خلي بالك الحالة الواحدة إذا كانت مخالطة فتخيل حالة واحدة في شارع دخل سوق. تخيل السوق ده تعامل مع كم واحد. دخل محل المحلات تعامل مع كم واحد. رجع بيته تعامل مع كم واحد. جاله ضيف ما جالوش ضيف. قرار تعليق الأنشطة الرياضية وتعليق معظم الفعاليات ده قرار صائب جدا 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 وممكن يكون لأثاره الإيجابية على محاولة السيطرة على انتشار المرض. يعني محاولة السيطرة وليس القضاء عليه. طبعا القضاء عليه ده محتاج شغل عالمي وشغل عالمي حتى هذه اللحظة على ما قريت أنه لم يصل أحد إلى أي علاج ناجع لهذا الفيروس حتى الآن. كل الشركات الكبرى الأدوية الكبرى الاجتماعات اللي شغالة له نهار ما فيش أي حاجة بغض النظر عما يتردد عن أن هذا الفيروس صناعة مش عارف إيه وصناعة إيه وصناعة إيه وكلام من هذا القبيل. الناس بتردده كتير بس برضو كل هذه الأمور إحنا
ما نعرفش مدى صحتها من مدى انها تكون شائعه. طيب في خبر مهم جدا او يعني يعتبر تحقيق في الاهرام الرياضي النهارده، حضرتك اللي عامله بخصوص اللوائح الباطله تحكم الكره المصريه بعنوان عقوبات ميكس كل حاجه والعكس. وانا هتكلم في الجزئيه دي تحديدا بخصوص كورونا وتاجيل النشاط وكلام من ده. اللوائح بتقول ايه؟ هل هيتم الغاء الدوري مثلا؟ مفيش تاجيله وكلام من ده؟ مفيش لائحه. مفيش لائحه. اللائحه اللي هي بتنظم البطوله كاساس البطوله كلها اللي هي لائحه المسابقات اللي انا مسميها اللائحه الاساسيه، يعني هي اسمها لائحه المسابقات. دي ليست موجوده عند احد، وممكن الكابتن سيد عبد الحفيظ لو سمعني ممكن يقول اللائحه دي معايا. اللائحه دي صدرت في بدايه الالفيه الثالثه. دي المنظمه الكامله لكل عناصر كره القدم، الالعاب اللي هي كره القدم واللي هي المسابقات كره القدم واللي هي الدوري والكاس والسوبر. تمام. دي مش عند حد وموجوده، يعني ممكن تلاقي مثلا الكفر بتاعها بس موجود، انما اللائحه نفسها وموادها المنظمة للبطولة غير موجودة. تمام. الموجود إيه؟ الموجود في بداية كل موسم هو إيه؟ هو الاشتراطات الموسمية المنظمة للمسابقة مثلا 20-19 أو 19-20 18-19. إنما اللائحة المنظمة لكل مسابقات سواء دوري أو كاس أو سوبر دي غير موجودة، وتيجي تسأل عليها يقول لك لا مش موجودة، مع إنها المفروض حاجة أساسية. المفروض حاجة أساسية. وخلي بالك من فترة كده الأهلي سأل قال لك أين لائحة المسابقات؟ فتم الرد عليه وقال له ايه؟ انها موجوده على الموقع. لا، الاهلي انا ازعم ان الاهلي لا يسال على هذه الاشتراطات ولكن يسال على اللائحه الاساسيه اللي انا مسميها اساسيه، حاجه ما فيش حد يقول لي لا ما فيش حاجه اسمها لائحه اساسيه. لائحه المسابقات التي صدرت في بدايه الالفيه التي تندرج تحتها كل بنود لعبه كره القدم ومسابقاتها الثلاثه في مصر. هي ليست موجوده عند احد، وان وجدت ففيها مشكله كبيره جدا انك انت فيها لوائح بتستخدم بطريقه خاطئه ولوائح لا تستخدم على الاطلاق، بدليل مباراه مصر الزمالك والمقاصه اللي هي كانت من فتره وانسحب فيها الزمالك، كان المفروض يتم تطبيق خصم 3 نقاط على الزمالك ولم يتم. حاجات كثيره من هذا القبيل يتم التعتيم عليها لمصالح ربما تكون يعني لهوى في نفس رجال اتحاد كره القدم. دي نصوص المواد، نصوص المواد دي لائحه مش انا بتكلم دي لائحه الاشتراطات في حاله عدم تنفيذ القرارات الصادره من كافه لجان الاتحاد في الوقت المحدد لها توقع شخص الطبيعي عقوبه المنع من اي نشاط يتعلق بكره القدم. دي مواد ايه بالظبط؟ دي مواد في الاشتراط في لائحه العقوبات والانضباط ومعاها لائحه المسابقات. ملهاش علاقه بالاساسيات اللي احنا المفروض بنتكلم عنها يعني. الاساسيه دي مش موجوده وانا ما عرفتش اجيبها، حاولت اجيبها اقول لك على حاجه. دورت عليها يعني؟ دورت عليها وفي احد الزملاء حاول يجيبها وتم وعده بانه يديها له، ولما حب يروح يستلمها عرف ان هذا الموظف تم تهديده بالرفض في حال تسريب هذه النسخه. للدرجه دي؟ تخيل. معقول؟ عندما يتم تهديد احد الموظفين الاتحاد بالرفض في حال تسريب هذه النسخه فتعلم ان هذه اللائحه مهمه للغايه. تمام. فدي لجنه الانضباط والاخلاق زي ما حضرتك شايف، دي احد المواد التي مندرجه تحت اللائحه. احنا بس لما نيجي نتكلم في العقوبات اللي حصلت وتم يعني عدم الاعتماد عليها، يعني مثلا لو بصيت مثلا هناخد مثلا حاجه لو بصيت مثلا على المناسبات يعني اللي حصلت المناسبات حصلت فيها عقوبات معينه عقوبات معينه وحصل العكس فيها تماما. طب بس انا عايز اسالك سؤال الاول قبل ما نتكلم في المناسبات. دي احنا عندنا 3 مناسبات يعتبر، مثلا مناسبه بيراميدز وعقوبات لاعبي بيراميدز القمه والسوبر وعندك في كمان في اعتراضات حصلت او في مخالفات لامور حصلت في اثناء البطوله نفسها، يعني منها مثلا منع السيد فرج عامر رئيس نادي السباحه من المشاركه في اي نشاط لتصريحاته ضد احد الحكام في احد المباريات. تمام. المفروض ياخد ايه هو؟ قال لك ايه هو؟ مباراه واحده وغرامه 50,000 جنيه اللي مبدره منه مش عارف ايه، راح قدم ايه هو؟ قدم تظلم وتم العفو عنده ايه؟ عن التظلم، في حين اللائحه تمنع انه التوبيخ والتحذير وما يتمش فيهم ايه؟ استئناف العقوبه، بالتالي تم العفو عنه وحضر مباراه، نفس اللي حصل مع رئيس نادي الزمالك. تمام. نفس القصه، هو يقول لك لا يجوز استئناف عقوبات التحذير والتوبيخ والغرامه التي لا تتجاوز 200,000 جنيه والايقاف لمده لا تتجاوز كذا، ولكن ما حدث مع رئيس نادي الزمالك ورئيس نادي سموحه انه تم العفو عنهم، مش تم العفو كمان، رئيس نادي لم يحترم القرار وحضر المباراه التاليه
والمفروض لما يحضر المباراه التاليه يحصل معاه ايه؟ يحصل معاه شطب او ايقاف مثلا تغريمه او خصم نقاط، لكن كل هذا لم يحدث. الشاهد في كل اللي انا بقوله ده ان اللائحه الموجوده التي تضعها لجنة الأخلاق والانضباط، الانضباط والأخلاق والمسابقات لا يتم احترامها، بالعكس تصدر بشكل يعني موجودة بشكل بشيء، ولكن التطبيق خاطئ مع الأسف الشديد. على حسب يعني مثلا الأهواء مثلا يعني صعفان الصغير عندما اعترض في بداية الدوري في إحدى المباريات تم إيقافه مباراتين تمام، وعندما كرر الامر نفسه في مباراه تاليه تم ايقافه شهر تم ايقافه شهر وتغريمه الغرامه اللي خدها. طب انت طبقت على سعفان الصغير ولم تطبق على فرج عامر ولم تطبق على رئيس نادي الزمالك، فازاي؟ فانت بتكيل بمكيالين في نفس التوقيت. لو جينا مثلا مباراه السوبر، مباراه السوبر الضرب بدون كره. طب ثواني بس اتفضل عشان ناخدها واحده واحده. اتفضل. دلوقتي اللائحه المفروض ان هي تبقى اللائحه الاساسيه اللي لما طلبت من احد الموظفين هددوه زي ما انت بتقول في الاتحاد. اللائحه دي المنظمه، هل اللائحه دي اصلا موجوده ومش بيطلعوها او مش معلنه للناس ولا هي مش موجوده من الاساس؟ لا هي موجوده بس المنظمه لكل امور كره القدم. انا عايز اجيبها لك بس، ويا ريت بس هي ما جاتش قدامي. لكن ممكن اجيبها لك انا في الورق الموجود قدامي سريعا. دي اللي هي ايه بالظبط؟ اهي تمام. الباب الاول مثلا، الفصل الاول تعريفات، الفصل الثاني تشكيل واختصاصات لجنه مسابقات، الفصل الثالث المسابقات احكام عامه، الدوري العام، كاس مصر، السوبر، احتجاجات، يعني كل المنظم او كل المواد المنظمه للمسابقات الثلاثه. انما الموجود حاليا هي الاشتراطات الموسميه او الشروط الموسميه اللي بتتعمل مع بدايه كل موسم، كل موسم اللي بيتم الاتفاق عليها مع بدايه كل موسم، ويتقال ايه تحتها؟ ويتقال لك ان هذه الشروط جزء لا يتجزا من اللائحه ايه؟ الاساسيه الموجوده. يعني معناه ذلك ان في لائحه ايه اساسيه، هي فين؟ ليه ما بتطلعش؟ ما اعرفش بقى، ده سؤال يوجه لاتحاد كره القدم. هل علشان الناس تعمل اللي هي عايزاه هتطبق اللوائح زي ما هي عايزه؟ واذا كان الامر سهل كده لماذا لا يتم وضعها لماذا لا يتم وضعها على الموقع الرسمي لاتحاد كره القدم؟ ولماذا لا توجد مع الانديه؟ وانا زي ما قلت لك ان الاهلي عندما سال عن اللائحه سال عن هذه اللائحه الاساسيه ولا يسال عن الاشتراطات؟ الاشتراطات موجوده، فليس من المعقول ان تكون عنده اشتراطات ويسال يقول لك فين اللائحه ما جاتنيش. فاتحاد كره القدم قال لك لا، اللائحه أنا بعتها للأندية، أنت بعتها للأندية بالفعل، بس ليست هذه اللائحة الأساسية المنظمة للمسابقات كلها. يعني عدم الإعلان عن اللائحة دي هيكون بسبب إن مثلا اللجان في الاتحاد بياخدوا قرارات معارضة للائحة دي فمش عايزين يزوروها؟ بالظبط كده، ما زي ما قلت لك ضربت لك مثال بماتش الزمالك وماتش المقاصة أحد الأمثلة على ذلك، وكمان فيها بتنظم عمل رجال اتحاد كرة القدم في هل يجوز أن يجمع عضو اتحاد كرة القدم بين العضوية وبين رئاسة أحد اللجان؟ هذه موجودة. خلي بالك دي من الحاجات اللي فيها مخالفة. احنا شفنا عصام عبد الفتاح كان رئيس لجنة ايه؟ كان معظم من رجال الجبلية في خلال السنوات اللي فاتت رؤساء للجان ورؤساء للجان كتيرة. فده يأكد لنا ما نذهب إليه، أن هناك مع الأسف الشديد تعتيم على هذه اللائحة. أنا دلوقتي بتكلم في اشتراطات بيضعها مسؤول اللجنة في بداية كل موسم. اللي بيضعها بيقول لك إيه؟ أنا حسام الزناتي، أستاذ حسام الزناتي السنة دي بداية الموسم لائحة 2020 قال لك إيه؟ تعتبر هذه الشروط من ضمن اللائحة مكملة لها. طيب أنت اللائحة المصغرة دي أو الاشتراطات الموجودة بتاعت السنة دي لم يتم احترامها أيضا. تمام؟ زي ما قلت لك بالامثله، فرج عامر ادي مثال من الامثله، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لم يتم التطبيق، في حين تم التطبيق على مين؟ على سعفان الصغير. تمام؟ في كمان في السوبر او مباراه السوبر، مباراه السوبر شفنا فيها مثلا، هضرب لك امثله، مش هنخش في الموضوع، لا احنا عايزين نخش في الموضوع، بس انا عايز اروح لفصل الاول، بعد الفصل نرجع نستفيض في الحديث عن العقوبات اللي كانت ناتجه عن مباراه السوبر وقمة الدوري، وكمان مباراة الأهلي وبيراميدز العقوبات اللي كانت على لعيبة نادي بيراميدز وتم تخفيفها بشكل واضح جدا، وكانت مشابهة للعقوبات اللي المفروض تبقى هي على لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر. كلام كتير يستنونا بعد الفاصل مع أستاذ عبد المنعم فهمي. يلا بينا.
ده فيديو رمضان صبحي وتحدي الايادي النظيفه للوقايه من فيروس كورونا، فيديو ليه منذ قليل عرضناه لحضراتكم. هرجع ليه للاستاذ عبد المنعم فهمي، وكنا بنتكلم على لوائح الاتحاد المصري لكره القدم، وعندنا ثلاث حالات هم ابرز حالات الدوري المصري او البطولات المحليه بشكل عام هذا الموسم. خلينا نبتدي بمباراه الاهلي وبيراميدز والعقوبات اللي طبقت على لاعبي بيراميدز بعد الاعتراض القوي على الحكام، واللائحه بتقول ايه والعقوبات كانت ايه يا استاذ عبد المنعم؟ طيب لو بصينا اللي حصل بعد المباراه، طبعا كانت احداث كبيره جدا نتج عنها احداث يعني ايقافات كثيره، منها ايه، انا بدور لك بس على اللائحه عشان ابقى كلام. قرارات لجنه الانضباط والاخلاق بالاخلاق بالاتحاد المصري ايقاف احمد ايمن منصور ورجب عبد الحليم بكار علي جبر ومنع ممدوح عيد المدير التنفيذي من المشاركه، وايقاف طبعا اسلام عيسى. تمام، كل ده ثلاث مباريات مع تغريمه 50,000 جنيه. تمام الماده بتقول لك ايه؟ الثلاث لاعبين او هم ثلاثه ولا اربعه؟ لا هم ده هم كتير، هم احمد ايمن منصور رجب بكار ورجب بكار وعلي جبر وممدوح عيد، يبقى دي اربعه. تمام، ومعاهم اسلام عيسى يبقى اربع لاعبين وعمر جابر كمان خمسه، ست خمس لاعبين ومسؤول. تمام، بتقول لك ايه اللي تم تقف، احنا قلنا تم ايقافهم ايه؟ ثلاث مباريات وتغريمهم 50,000 جنيه. طيب الماده بتقول لك ايه؟ لا يجوز استئناف عقوبات التحذير والتوبيخ والغرامه التي لا تجاوز 200,000 جنيه والايقاف لمده لا تجاوز 6 مباريات او 3 اشهر. طيب هم تم ايقافهم قد ايه؟ 3 مباريات. يبقى يجوز الاستئناف ولا لا يجوز؟ لا بس قال لك الغرامه تبقى 200,000 جنيه مش 50,000. لا 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 ولو انا بتكلم في 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 في, في الماده ككل. فبالتالي هنا انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عرضت اللائحه، استأنفت وعرضت اللائحه واديتهم ايه؟ اكتفاء بمباراتين فقط وتم العفو عنهم. ونفس القصه بالنسبه لكمان لهاني سعيد ومحمود فتح الله اللي تم التصريحات اللي فيها تم عقاب مين؟ اللي تم عقاب صعفان الصغير وتم عقاب عامر فرج عامر ومرتضى منصور، مع يعني طبعا ايه، مع يعني التغاضي عما يعني ما حدث مع فرج عامر من من عدم تطبيق والتغاضي عن عما فعله. طب ايه الاسس اللي بيتم اتخاذ من خلالها العقوبات؟ ما هو كده مفيش اسس، طبعا اللائحه انا ما برجعلهاش. ما هو كده مفيش اسس، انت كده بتحط لائحه ولا تحترم هذه اللائحه. وانا بقول لك اهوت احداث حصلت ومواد بتنظم المسابقات ومع ذلك انت لا تحترم اللائحه التي وضعتها. تمام خلاص، فدي ازمه كبيره. طب انت بتحط لائحه، لماذا لا تطبق هذه اللائحه؟ يقول لك القاضي بيحكم بناء على ورق. طب ما الورق قدامك اهوت، ورقه اهيت قدامك فيها العقوبه، وعندك ورقه ثانيه فيها اللائحه، ورقه فيها. طب يقول لك لا ده ما في حاجات ما الحكم ما لم ترف التقارير. لا، في برضو احد البنود برضو موجوده بيقول لك ممكن ان يتم النظر من خلال اي ماده من المواد اللجنه من خلالها تعطي العقوبه، زي ما حصل مثلا الناس مش واخده بالها من عمر السعيد عمل ازمه كبيره في مباراه واعتدى على احد لاعبي الاهلي على ما اتذكر اليوبادجي، وتم في السوبر في السوبر ده احد اللقطات اللي الناس كتير شافتها يعني. ولم يتم عقابه على الاطلاق برغم ان اللقطه موجوده. طب ما انت شفت كمان لقطه حازم امام هو بيضرب كهربا بدون كره، المفروض في عقاب ليه، ايقاف ليه وايقاف لطارق حامد البصق والشتيمه، لكن كل ده لا شفت عقوبه لحازم امام ولا شفت عقوبه لمين، لعمر السعيد، لعمر السعيد ولا ولا لطارق حامد. ولا لطارق حامد. تمام. وكمان في حاجه تانية، في اللجنه عملت حاجه تانية برضو اللي هي كهربا وشيكابالا الاثنين عملوا جرم. اللائحه بتقول لك ايه بالنسبه، بيقول لك الدفع بالنسبه لكهربا للحكم يحصل على 8 مباريات. تمام. وشيكابالا نفس القصه، شيكابالا حقق كم مباراه؟ 8 بس. تمام. وكهربا لو كتب 6 لا يجوز الاستئناف. تمام، لو خلاها له 8 عشان ايه؟ يستأنف. شفت بقى اللعب بقى، خلي بالك انا مش عايز اقول لعب برضه لو لفظ كبير. طب انت بتحط 8 عشان خاطر تستأنف. تمام، وتحط الكهرباء. طب انت ويقول لك ايه؟ ويقول لك ويجوز للجنه، انا خلي بالك انا بحاول احفظ نصوص لان الورق قدامي انا بتلخبط في الورق. بيقول لك يجوز للجنه ان تتشدد في اتخاذ ما تراه مناسبا. طب انت تشددت في استخدام العقوبه بالنسبه للكهرباء واديتها دي عقوبات العقوبه اقصى عقوبه لكهرباء
ولم تتخذ ما هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه معاك. ما هو ده اللي بتكلم فيه. حضرتك في الاول بتقول ايه؟ بتقول ان كهربا وشيكابالا الاثنين عملوا جرم يعتبر. لا احنا كده بنقارن ما بين يعني حاجتين بعاد جدا عن بعض. تصرف شيكابالا ما عملوش خالص كهربا يا باشا. ما ده بقول لك ده ياكد لك ان انا بقول لك ان ورغم كده يا استاذ عبد المنعم اللي تعاقب اكتر كهربا. كهربا تمام. ليه؟ لانه كهربا تم تشديد العقوبه عليه بينما اخذ بالتخفيف مع شيكابالا. طب اللي بيحكم ده انهي منطق حتى أنه منطق كده؟ ده اللي بتكلم فيه. ده اللي انا عايز اوصل له انه عند استخدام الماده المعينه يتم التشديد بالنسبه لكهربا والتخفيف بالنسبه لشيكابالا. ده وكمان في حاجه ثانيه، ما فيش حاجه اسمها لنهايه الموسم. طب اهو نهايه الموسم بالنسبه لنا اهو امتى يعني يعني كهربا مثلا يقعد كده للسنه الجايه ما يلعبش مثلا؟ مفيش اي لائحه من الدنيا بتقول كده. الموسم اتلغى هيعمل ايه كهربا؟ هيعمل ايه؟ يستمر بس انا عايز ارجع للاساس. عايز ارجع للاساس. مش حضرتك بص انا قعدنا لبكره مش اساس اللوائح. انا عايز ارجع للحاجات المنطقيه الطبيعيه البديهيه اللي الناس بتشوفها كلها في الفيديو. تصرف شيكابالا وتصرف كهربا، انهي اللي يستحق العقوبه الاكتر؟ هل الانتماءات؟ لا بص مش انتماءات. لا 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 لا. امال ايه؟ طيب ايه المنطق؟ انا عايز لهم كل احترامهم طبعا، ناس قضاه ناس محترمين جدا، لكن هو بيحكم بناء على ورق جاي له، يعني التماس جاي له انا عملتش كذا وعملت كذا، فاحيانا بياخد بالتخفيف. بس انت قلت لي ممكن نرجع للقطات الفيديو. ايوه ما هو ده ما هو ما حصلش. لقطات الفيديو ما حصلش. أيوة ما حصلش. طب ليه ما حصلش؟ ما تعرفش ليه؟ يعني بيرجع في حاجات، يعني يتم الرجوع في حالات وحالات اخرى لا، ويتم يعني بالمناسبه بس يا جماعه عشان توضيح مهم يا استاذ عبد المنعم، لان الناس بتاخد كلامنا مثلا على شيكابالا على ان احنا بنهاجم نادي الزمالك خالص او بنهاجم نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك وكان نادي الزمالك كل الاحترام والتقدير الكامل ليهم، ما فيهاش نقاش. احنا هنا بنناقش خاصه تصرف فردي صح، لازم ينتقد، لازم ينتقد. الزملكاوي بينتقدوا قبل الاهلاوي، ده امر مؤكد، لكن الزمالك كيان وجماهير وبعض المسؤولين كل الاحترام والتقدير ليهم بشكل كامل. يعني اتفضل. بس دي الحاله اللي حدثت في السوبر، بخلاف طبعا اللي حصل في ماتش القمه. لا طبعا انت بتقول ان المباراه مثلا انتهت بالانسحاب، فهذا الانسحاب يعني اذا لم تتم اقامه المباراه فيتم احتساب الحد الاقصى قبل ما اروح لمباراه الدوري، مباراه القمه اللي انسحب فيها نادي الزمالك. الاستئناف، هل في استئناف؟ طبعا في استئناف من الاهلي والزمالك على عقوبات السوبر. نتائج الاستئناف دي هتطلع امتى؟ المفروض ما فيش نشاط دلوقتي، قبل النشاط ما يقف. المفروض كان يتم البت في اقصى سرعه، ولكن اين هذه السرعه؟ يسال في ذلك يعني اعضاء اللجنه. خلي بالك الاتحاد كره القدم خاوي على عروشه الان، ما فيش اجتماعات ولا في موظفين ولا في اي حاجه، لان كله طبعا واخد اجازات والانديه كلها واخده اجازات والدنيا كلها مع الاسف الشديد انت شايف الدنيا عامله ازاي. فطبعا كل حاجه مؤجله وكل حاجه في بيات شتوي لغايه ما ربنا يكرمنا. انا عايز اسالك سؤال يا استاذ عبد المنعم. دلوقتي لو الموسم ده لا قدر الله في الفاصل كنت هتخليني اجري يعني. لا لا دي حاجه بسيطه. دلوقتي الموسم ده لو اتلغى تمام، العقوبات دي هيبقى مصيرها ايه؟ ده دي حاجه. ثواني بقى، ادي حاجه ادي حاجه تمام اهو. كويس انك انت قلت لي الجمله دي. هذا السؤال رائع جدا. طب اكمله. طب تمام كمله. نكمله ونرد عليه واحده واحده. كمله. العقوبات هيبقى مصيرها ايه لو موسم اتلغى؟ التاهل للبطولات الافريقيه هيكون بناء على ايه؟ هيتم تحديد مصير الدوري ازاي؟ الاول دلوقتي مثلا هو بطل الدوري، ولا هيتم الغاء الموسم كله ونلجا للموسم اللي قبل كده ونتائجه في الهبوط وفي التاهل للبطولات الافريقيه؟ كل الاسئله دي عايز اعرف اجابتها. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللوائح اللي بتقوله مثلا؟ طيب اتحداك لو حد كان عارف ايه اجابه. انت بتسالني انا وانا راجل غلبان مش بتاع لوائح ولا بحط لوائح، وفي نفس التوقيت اللائحه الاساسيه اللي المفروض انا اتكلم بناء عليها مش موجوده. اللائحه المنظمه لمثل هذه الحاله ليست امامي، وبتخانق معاك من الصبح عشان حد يطلع لي، والكابتن سيد عبد الحفيظ لو سامعني يقول لي هبعتها لك. هو عنده يعني كابتن سيد؟ اكيد عنده كابتن سيد. انا ممكن يعني انا عارف ان هو بيهتم بالحاجات دي، هتلاقيه عنده. لا هو شاطر بصراحه في اللي بيتكلم يعني. بالمنطق ده وباللسان ده، وخليه وممكن تلاقيها مع الناس، مع عبد الناصر محمد برضو بتاع انبي تلاقيها موجود، ناس القديمه تلاقيها موجوده. ده دوره يعني لازم يبقى عشان خاطر يعرف هو بيقول ايه. انما دلوقتي انا بسال مثلا، سالت حد في اتحاد كره القدم ما مصير الدوري؟ قال لي والله العظيم ما عارف. طب اذا كان هو لا يعلم، انا اعلم منين؟ انا بتكلم بوقائع. هو برضه معذور ان هو مش عارف مصير الدوري الا اذا لو في لائحه. المفروض هي اللي تقول كده. سيبك من اللائحه. قرار ايقاف الدوري، عوده الدوري، استئناف الدوري، قرار دوله طبعا اكيد في بس في ظرف زي ده طبعا. من الاخر قرار دوله. مش بتكلم على القرار، انا بتكلم على تبعيات الغاء النشاط يا استاذ عبد المنعم. انا هقول لك والله في نفس يوم تاجيل الدوري صباحا
قيل في بيانات رسمية لن يتم تأجيل أي نشاط رياضي أو أي نشاط كرة القدم صباحا. ظهرا وزير الشباب والرياضة لن يتم المساس بالدوري ولن يتم تأجيل الدوري، والدوري مستمر، والدوري لأنه ما دامت هناك إجراءات احترازية فالدوري مستمر. نص ساعة على طول السيد الرئيس أصدر قرار بتعليق الدراسة. أنا قلت فورا سيتم تعليق النشاط الرياضي، وبالفعل تم تعليق النشاط الرياضي. يعني خلي بال حضرتك ده قرار سيادي، قرار جاي من الدولة، إن مفيش حد يقدر يتحمل تبعات صناعة كرة قدم في مصر. خلي بالك إحنا دلوقتي في أزمة كبيرة والخسائر بالملايين طبعا في مصر، بالملايين لكل الأندية، خسائر فنية وخسائر مادية وخسائر أقول لك إيه، يعني أنا امبارح قعدت أحسب مع أحد مسؤولي اتحاد كرة، مسؤولي أحد الأندية، وصلنا لحوالي 300 مليون خسائر لغايه دلوقتي. لان خلي بالك انت عندك عقود لابد من تنفيذها. طب هتعمل ايه مع العقود؟ هتسويها؟ هتجدولها؟ ده لو في حاله الالغاء، انا بتكلم في حاله الالغاء لا قدر الله. انا مش عايزها تتلغي بصراحه يعني. نمره اتنين، طيب انت دلوقتي خلي بالك انتقالات الشتويه اللي الناس اللي دفعت فيها دم قلبها عشان تجيب لعيبه، هي فين اللعيبه دلوقتي؟ مفيش. طيب اللعيبه نفسها بتتدرب ازاي؟ خلي بالك تمام، القرار يشمل مهمة. قرار يشمل الناس مش واخده بالها منها، يشمل التدريبات ايضا وليس بالظبط يعني الناس بتتدرب. يعني امبارح واحد بيقول لك انا هعمل مباراه وديه ولغتها، فطلع الاستاذ عمرو الجناني بيقول له ايه، خلي منجد يحكم لك المباراه. طب ما ممكن اي حد من الاداريين يحكم مباراه، حد من اللعيبه يحكم مباراه طالما وديه. بس بالزبط. في الاساس ليه بعمل مباراه وديه اصلا اذا كان ممنوع التجمع وممنوع النشاط اساسا؟ ودي كارثه ثانيه لما تيجي تمنع فريق عن اداء المران بتاعه لمده 3 ايام لخمس ايام، انت محتاج فتره اعداد اخرى. خلي بالك الكلام ده بقوله لك انا بناء على كلام مع مدربي احمال كبار، سالتهم عشان لما اقول كلمه ابقى انا عارف انا بقول ايه. يا كابتن او يا دكتور، دلوقتي النشاط لو وقف في مصر او فريق معين حاول يوقف كره القدم بالنسبه له، يعلقها في فتره ال 15 يوم دول، يقدر يعلق قد ايه تدريبات؟ قال لك لا يستطيع فوق الاربع ايام. لو فوق اربع ايام محتاج اعاده فتره اعداد مصغره مره اخرى مع ما تكلفه طبعا من انت عارف ازاي. وطبعا لو الدوري رجع بعد 15 يوم انت لازم تكون جاهز، بس مش هتبقى جاهز، هتاخد بقى فتره ثانيه عشان تبتدي. طب اقول لك على حاجه، النهارده انا عرفت ان الانتاج الحربي بياخد 15 يوم اجازه. ده كارثه طبيعي. بس هو التصرف طبيعي؟ لا مش طبيعي. ليه؟ ما هو انت كده بين نارين. انت بتقول لي تعليق النشاط 15 يوم، تعليق النشاط يعني لم تجزم بالنسبه لي هل هناك دوري ام لا، بالتالي لازم اكون مستعد. طب ما هستعد ازاي ما فيش التدريبات اصلا؟ ما مش هينفع يبقى في تدريبات. ما عشان كده انا بقول لك ان في نار في المدربين واللعيبه بين نارين. يعملوا ايه؟ هل اتدرب؟ لو اتدربت المفروض ما اتدربش انه في خطر عليا. طب لو اتدربت امتى الدوري يرجع؟ لو ما اتدربتش انا كده محتاج فتره اعداد. في حيره في كل الانديه طبعا، والكلام اللي طالع من كل الانديه كلام الدبلوماسي الحلو، احنا مع الدوله وطبعا ده طبيعي ومنطقي. ده طبيعي طبعا. بس وكلام دبلوماسي لكن هم من جواهم بيغلوا. يعني واحد زي فريق زي المقاولين بيغلي، واحد عامل احلى نادي. خلي بالك لما بقرا السخريه بتاعت حد يشتري سنه 2020 ورقم مميز، بصراحه عندهم حق. يعني احنا مسكنا جت السنه دي والامور، يعني ليفربول شوف بقاله قد ايه ما خدش الدوري، ومن الممكن يتم الغاء الدوري ولا يحصل على السنه دي. الاهلي والزمالك عاملين احلى نتائج في افريقيا، ممكن يتم ازمه ما تحصلش. المقاولين نفس، وقياسا على ذلك بكل واحد عامل نتائج مميزه هذا الموسم وممكن مع الاسف يروح عليه. هتقولي تاني طيب ايه الحل؟ الحل في سيناريوهات كتيره جدا وتصورات مثلا، بس هذه التصورات وهذه السيناريوهات غير رسميه وطرحت في العقول فقط، لم تطرح على الورق. زي ايه؟ يعني مثلا ما يتردد ويتردد بقوه، يعني ان اولا قبل ما نتكلم في السيناريوهات، عندما يتم قرار تصور او سيناريو لابد اولا من دراسته. حلو. وبعد دراسته الاتفاق على هذا السيناريو يتم الجلوس مع كل ممثلي الانديه. تمام. الاتفاق على ايه؟ على هذا السيناريو. السيناريو الاولاني الانتظار حتى انتهاء الفرج يجي من الدوله. يبقى خلاص الحل جه.
تأجيل المسابقة ممكن لفترات طويلة، وعندنا أمثلة ان في موسم استمر سنه كامله، والسنه اللي فاتت ليست ببعيده طبعا. الموسم استمر لغايه شهر 7. فعادي في يقول لك لا انا ممكن ندي الدوري للاهلي، وقياسا بما سيفعله ايه رابطه الاتحاد الانجليزي اللي هتعمل ده، بس ده لسه ما حصلش رسمي لانه الفريق كبير والفريق لا يمكن تعويضه، فبالتالي ممكن اعطاء الدوري للاهلي. طب لما تيجي تعطي الدوري للاهلي، طب بالنسبه للي تحت هتعمل فيهم ايه؟ ففي ازمه برضه، في اشكاليه في هذا الحل. الحل الثالث ان يتم تسكين الامر كما هو عليه، على ان تبدا المسابقه من الموسم المقبل بنفس الكلام، بنفس هذا الكلام ونفس الـ 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 الانديه، وان تزيد عدد الانديه من يبقوا موجودين من غير هبوط، ويتم صعود 3. سيناريوهات كتيره جدا، سيناريوهات انا بحطها، سيناريو انت بتحطها بتتخيلها، هم برضو بتخيلوها، هم يحطوها على الورق، لكن في النهايه لا احد يملك قرار الا قرار دوله نمره 2، قرار الجمعيه العموميه او الممثلين، الجمعيه العموميه المصغره لانديه الدوري. واحنا لو عندنا لائحه لازم ترجع الجمعيه العموميه، طبعا لا مش الجمعيه العموميه الكامله، جمعيه انا مسميها جمعيه بتاعه الدوري الانديه، يعني ممثلي ال 18 نادي، بحيث يتم برضه عشان ما حد يقول لا انا بحط، لا اليه تحط فيها ال 18 نادي يجوا كده ويتم الاتفاق، وكل واحد يسجل اعتراض، والاولى وستكون الغلبه طبعا يعني بالتصويت. دي السيناريوهات المفروض تطرح، ولكن انا بقول السيناريوهات دي تخيليه في عقول وقلوب قبل عقول اتحاد كره القدم. بس المنطقي برضه يا استاذ عبد المنعم، لو مثلا باذن الله باذن الله تعالى الدنيا هديت ورجع الشوط الرياضي بعد اسبوعين، هتحتاج كلامك في حاجه 10 ايام مثلا عشان تستعد لعوده المباريات. طيب يعني فيها شهر تاني، يعني ممكن نخلص في 6 7. طب وافريقيا؟ طب وال بص، هو ممكن لو السيناريو ده تم فعلا تستغنى عن الكاس، تستغنى عن اي حاجه، تحاول انك انت تلاقي. وخلي بالك انا برضو عرفت ان في سيناريوهات موجوده في دماغ حسام الزناتي، لكن زي ما قلت لك لن يتم تفعيل هذه السيناريوهات الا من خلال قرار دوله ثم قرار جماعي يتم اتخاذه من اللجنه الخماسيه. ده بيتقال لك كمان اللجنه الخماسيه كمان، بس لسه الكلام ده لازم نعرف رده من الاتحاد الدولي، ان هو كده ممكن يكمل سنه جايه كمان، ان كده يتم الغاء، يعني هيكمل السنه الجايه، لانه ما ينفعش يسيب الدوري اتاجل والمسابقه اتاجلت، فبالتالي هو لم يحقق، مش عارف مدى مشروعيه هذا الكلام. لازم ده يتسال فيه حد، اقول لك خبير لوائح برضه ما عندوش الاجابه. اللائحه غير موجوده، واللائحه لو كانت موجوده كنا عرفنا راسنا من رجلينا زي ما بقولك القمه، احنا لسه ما وده منطلق الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه. لو كانت هذه اللائحه المنظمه للمسابقات المصريه ما فرضنا هذه السيناريوهات وما تحدثنا كثيرا. عدم احترام البعض لقرارات الاتحاد او القرارات اللجان المختلفه، قراءه العقوبات بالتحديد، ده ناتج على ان اللائحه مش معلنه للجميع؟ اللائحه مش موجوده كمان، والحاجه الثانيه والمعلنه لا تطبق بالصوره والكيفيه اللي شرحنا فيها للناس. يعني زي لو رجعنا، انت وقفتني في موضوع مباراه القمه، القمه فيها مصايب منها اللي بيلوح بالانسحاب نفسه ليه عقوبه نفسها، وكمان ايقاف لا ده في 6 مواد ممكن طلعتهم عشان 6 بنود لم يطبق اي بند منهم، ده بند خسائر وبند توبيخ وبند تحذير وبند ايقاف نشاط وبند اقول لك ايه وبند كمان في لا 6 بنود لم يتم تطبيق هذه البنود، وده ياكد لك ان احنا مع الاسف الشديد لوائحنا التي نضعها بانفسنا لا نحترمها، وده شيء طبعا حاجه محيره. انت بتحط اللوائح ليه؟ وخلي بالك انت هذه اللوائح متاخده كمان، لوائح الانضباط والاخلاق متاخده من الفيفا ومتاخده من الكاف، وكمان انت مع الاسف الشديد غلصت هذه العقوبات، غلصتها. يعني خلي بالك اللائحه بتاعت الكاف والفيفا اقل وطأة من اللي انت وضعتها، ومع ذلك لم تلتزم ايضا. ده مشكله كبيره، دي كارثه كبيره. يعني بقول لك احنا لو قعدنا ساعتين نتناقش في الموضوع، حلقه اخرى مع الاسف الشديد يعني. نستمر في الحديث عن هذا الملف. كان ضيف العزيز استاذ عبد المنعم فهمي، انا بشكرك شكرا جزيلا. خلصنا بنورنا دايما الحمد لله، ربنا يخليك. شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم فهمي، الناقد الرياضي الكبير، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. قبل ما اختم الحلقه عايز افكر حضراتكم بالفقره الجديده اللي احنا هنبتدي فيها من بكره. الفقره عباره عن اي تساؤلات من جماهير النادي الاهلي عن طريق الفيديو، فيديو لا يزيد عن 20 ثانيه، يبعتها على هاشتاج
اسأل كلام في الميديا، واحنا هنعرض أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة من خلال الحلقة ونرد عليها على طول زي ما بنرد على بعض الأخبار اللي في الصحف وفي المواقع. لكن التأكيد كله الأسئلة مش مجرد انك حضرتك تكتب سؤال او حاجة، لا، ابعت فيديو واحنا هنعرض الفيديو بتاع حضرتك وتسأل حضرتك على او من خلال الحلقة ونرد عليه على طول بإذن الله خلال حلقات كلام في الميديا خلال الفترة الجاية من خلال اسأل هاشتاج اسأل كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا، بكرة حلقة جديدة من نفس البرنامج، إلى اللقاء.